مساء الخير، واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، جدل على السوشيال ميديا بعد العظة الأخيرة للبابا تودروس الثاني. العظة دي نزلت على مجلة الكرازة، وكان في بقى جدل كبير حول ايه بقى الكلام اللي قاله البابا، والفرق ما بين البابا والبطريرك. يعني هل البطرك ممكن يرسم بطرك؟ طيب هل البطرك ممكن يرسم أسقفة؟ هل الأسقف ممكن يرسم بطرك؟ حاجات كتيرة جدا وعايزين نفهمها ونعرفها. تعالوا نشوف الأول مجلة الكرازة كانت كاتبة ايه على لسان البابا تودروس الثاني. كاتبين عظة 23 أغسطس 2023 السنة دي يا جماعة. كان كاتب بقى إكليروس، ومعنى كلمة إكليروس ايه؟ والشمامسة. وقال ان رتبة القسيسية درجتين، قس وقمص، ورتبة الأسقفية اللي هو الأسقف المطران البطريرك اي رئاسة الكهنوت في الكنيسة، هم غير متزوجين لكي يكونوا متفرغين ويكون كل وقتهم مخصصا للرعية. درجة الأسقف، كلمة أسقف تعني الناظر من فوق، فهو مثل المايسترو الذي يقف على قاعدة مرتفعة لكي يرى كل العازفين في فريق موسيقي كبير. درجة المطران اللي هو الأسقف بعد سنوات طويلة 30 سنة 40 سنة يترقى لدرجة المطران، والمطران هو من يكون مسؤولا عن المدينة الكبيرة، ويمكن أن يكون معه بعض الأسقفة المساعدين. نيجي بقى نقطة الخلاف، درجة البطرك، كلمة بطريرك تعني أب الأباء، وفي كنيستنا القبطية بدأ لفظ بابا أي الأب الكبير منذ زمن مبكر، ثم أخذت روما اللقب بعد ذلك اللي هو إيه؟ البابا فرانسيس اللي هو بابا روما. ما الفرق بقى بين البابا والبطريرك؟ أيوة، البابا شخص عنده إمكانية رسامة بطرقة. ثواني كده، البابا شخص عنده إمكانية رسامة بطرقة. طيب هل احنا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ينفع البابا يرسم بطرك؟ ما هو البابا هو البطرك، ما هو الاثنين واحد. هو كتب ايه بقى؟ ما الفرق بين البابا والبطريرك؟ احنا عندنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا هو البطرك، يعني البابا هو البطريرك اللي هو قاعد على كرسي مرمرس. طيب البابا شخص عنده إمكانية رسامة بطرقة، خلي بالكم. أما البطريرك فيرسم أسقفة. البطريرك يرسم أسقفة ماشي، يعني البابا تودروس ممكن يرسم أسقفة لأنه هو بطرك ماشي. وبابا الأسكندرية لقبه صاحب القداسة لأنه بابا الأسكندرية والغبطة، لأنه بطريرك الكرازة المرقسية. حد فهم حاجة يا جماعة؟ يعني إيه البابا شخص عنده إمكانية رسامة بطرقة؟ ما بين بقى إيه الناس قعدت تبحث وتدور وقالهم حاجة مهمة جدا، يعني حصلت قبل كده؟ قالوا حصلت قبل كده ايام قداسة البابا كيرلس السادس وايام قداسة البابا شنودة الثالث. البابا كيرلس عملها قبل كده في اثيوبيا، رسم بطرك على اثيوبيا، وبرضو البابا شنودة عمل كده، رسم برضو بطرك في اثيوبيا واريتريا. يعني حصل قبل كده ان رسم يعني بطرك. طيب Yeah.
مخاوف لحسن البابا يرسم بطرقة في الغرب. هديكم مثال، يعني مثلا يافت الأنبا سرابيون هو مطران دلوقتي ممكن يرسموا بطرق، هل ده ينفع؟ يا جماعة بكل حال من الأحوال ولا قوانين الكنيسة هتسمح، ولا عمرها حصلت ان بطرق يرسم بطرق. انتم متخيلين بطرق يعني ايه؟ يعني يبقى مسؤول عن الكنائس كلها على مستوى الأبروشيات على مستوى العالم كله. احنا ما عندناش الا بابا واحد بطرق واحد، والبابا والبطريرك هما الاثنين حاجة واحدة. انما انت عايز تفصلهم لي عن بعض ويقول البابا غير البطرق والبطرق غير البابا. المصطلحات دي يعني الناس بدأت تقول هل هو بيلمح او عايز يعمل او يرسم بطرقة في الغرب، خصوصا في الغرب، وخصوصا كمان بعد اجتماع الأساقفة الأخير اللي كان في فينيسيا. طبعا هم كانوا عاملين سيمينار، وكان واخد معان يافت الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وكان واخد معان يافت الأنبا غبريال أسقف بني سويف، وكان واخد معان يافت الأنبا يوليوس، والاثنين دول في اللجنة الدايمة وسكرتير المجمع المقدس كمان. فبيقولوا بقى هم بيمهدوا لإيه؟ فطبعا الحاجات دي ما بتطلعش بشكل علني، هم قالوا ان اجتماع عادي جدا، والاحتياجات الرعوية والتحديات والحاجات اللي في المهجر، الحاجات اللي بالمشاكل اللي بتواجههم، وهم بيشوفوا المشاكل والمعوقات ايه. يعني اجتماع كان عادي، سيمينار كان عادي، لكن هل احنا هنتفاجئ برسامة بطارقة في الغرب؟ يعني دي من رابع المستحيلات انها تحصل، ومحدش هيوافق انها تحصل. يعني ما تقلقوش من الحتة دي، يعني انا ما افتكرش ان هم يعني البابا يعني لو عملها يعني فيها انقسامات هتبقى بقى الكنيسة هتنقسم. يعني انت بقى بتتكلم عن انقسامات في الكنيسة، انت بقى بتتكلم بقى عن الغرب بقى ليه مجمع خاص، بقى ليه حاجته الخاصة، اعياده بمجمعه بحاجته، والكنيسة في مصر تبقى بقى ايه اعيادهم في حتة تانية، حاجتهم في حتة تانية، ويبقوا منفصلين. انت بتتكلم عن انقسام في الكنيسة كما حدث في الكنيسة الأثيوبية مؤخرا وبعدين رجعوا تاني. فخلي بالكم يا جماعة احنا مش هنسمح بحاجة زي كده، والبابا استحالة يفكر في حاجة زي كده. يعني مش متخيلة انتوا فكرتوا في الحتة دي ازاي. احنا بس عندنا انعدام ثقة لدرجة يعني الحتة دي قالها ازاي، لان احنا عمرنا ما كان فيها كده. هل هو المقصود ان في البابا شنودة والبابا كرولوس رسموا بطارقة قبل كده على أثيوبيا؟ يمكن ده المقصود، لكن هل هو يجرؤ ان هو يعمل خطوة زي دي في الفترة اللي جاية او بيمهد ليها لعشرين خمسة وعشرين او عشرين تلاتين لرسامة بطارقة في الغرب؟ استحالة طبعا، ومحدش هيوافق على حاجة زي كده، والأساقفة كمان مش هتوافق. يعني عمرها ما حصلت في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ده كده هيكون تحدي صارخ لكل قوانين الكنيسة لو اتعملت، ويبقى فيه انقسامات، يبقى كده الكنيسة فيها انقسامات رهيبة، وعمرها ما هتحصل. يعني أنا من وجهة نظري عمرها ما هتحصل، ولا الشعب هيوافق ولا الأساقفة هيوافق. يعني أنا مش عارفة ليه أنتوا يعني اتجهتوا لهذا الاتجاه على السوشيال ميديا، أن في ناس كتيرة بتقول أن البابا بينوي ان هو او بيخطط ان هو يرسم بطارقة في الغرب وتنقسم بقى الكنيسة، عشان هو عايز يعمل توحيد الاعياد، عايز يعمل توحيد المعمودية. طبعا مش عارف يعمل الكلام ده في مصر، فهيرسم بطارقة في برا مصر بقى، يعني عشان يمرروا اللي هم عايزينه. فهم جي تفكيرهم لحد كده. فانا بقول لكم مفيش حد هيسمح بحاجة زي كده، يعني استحالة ان احنا نوافق ولا الشعب. يعني ده برا، يعني البابا مرة قعد في كندا مع اقباط كندا في الكنيسة وقال لهم ايه رأيكم نغير عيد الميلاد ونخليه 25 ديسمبر ونحتفل بيه مع الكاثوليك. يعني انتفضوا والكل رفض قدامه، يعني كانت شهادة حية امامه كده ان الشعب رافض بموضوع توحيد الاعياد، بس في عيد الميلاد نخليه 25 ديسمبر مع اخواتنا الكاثوليك. لقى رفضا قاطعا من الشعب. فتخيلوا بقى رسمت البطرق دي، هي حاجة سهلة كده، يعني الموضوع مستحيل ان هو يتعمل، مستحيل ان هو يتعمل. سيدنا احنا مش الشعب الوحيد اللي بيحتفل بسبعة يناير، الاوكرينيان، الجريك، السيريان، الراشن بيحتفلوا سبعة يناير، حتى الاوكرينيان الكاثوليك بيحتفلوا سبعة يناير.
احنا ربينا اولادنا ان احنا في الكريسماس تايم احنا وير فاستنج. ابني كبر على ان احنا خلاص فاستنج، بيجيبوا شوكليت، بيجيبوا حاجات في المدرسه، بيحتفلوا ما بناخدهاش. فاحنا زرعنا حاجات وي ار سبيشال وي ار ديفرنت. ليه يجي دلوقتي وعلشان شويه احتفالات وحفلات واكل نغير اللي احنا بقالنا 2000 سنه ماسكينه؟ أنا سعيد جدا باللي كل بتقولوه. عايز أطلب منكم طلب، ممكن أنتوا خدام وخادمات ودينا طرحنا القضية، ممكن تعملوا لي فيها بيبرز بحثية وبتبص، طبعا أنا عارف إن كلكم أمناء، وتبقوا تحضروها وين يفت أم بمينة تقدموها له وهيبقى ندرسها سوا. فده كان جدل كبير على السوشيال ميديا في موضوع الفرق ما بين البابا والبطريرك. طبعا انتوا عارفين البابا فرانسيس ممكن يرسم بطرقة، ده عند الكنيسة الكاثوليكية. البابا فرانسيس تحت منه بطرقة وممكن يرسم بطرقة عادي، ده عندهم هم كده. لكن احنا عندنا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية هو بابا واحد بس، بطرق واحد بس. الكنيسة الكاثوليكية بابا واحد لكن وكذا بطرق عادي. احنا عندهم بطرق الكاثوليك في مصر، بطرق رتبة بطرق. دولة تانية عندهم برضو بطرق، لكن الكل خاضع تحت رئاسة مين؟ البابا فرانسيس، بس رتبته بطرق. إنما إحنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بطرق واحد وبابا واحد والاتنين واحد. فاللغط الكبير أو الدائرة على السوشيال ميديا، المخاوف الناس ان البابا هيرسم بطاركة بعد كده، لا انا ما ظنش الشعب هيرفض، والمجمع المقدس كمان هيرفض، ومحدش هيوافق على ده ابدا. لان كده احنا بنقول بقى يعني الكنيسة هتتقسم خلاص في الشرق وفي الغرب، في مصر وبره مصر. ايه الفرق بين كلمة البابا والبطريرك ورئيس الاساقفة؟ هما التلات القاب دول لشخص واحد. يعني عندنا كنيستنا البابا تودروس هو بابا وبطريرك ورئيس أساقفة الكنيسة، لكن في بعض الكنائس يكون رئيس الكنيسة بابا، زي روما اسمه البابا بتاع روما، وتحته في بطارقة اللي هم بطارقة الشرق. تلاقي في بطرك في مصر خاضع لبابا روما اللي هو بطرك الأقباط الكاثوليك، في لبنان وفي سوريا وفي العراق في بطارقة، وفي فلسطين بطارقة خاضعين لبابا روما. يبقى هو بابا وتحته بطارقة. في كنائس الرئيس بتاعها لقبه بطريرك، وفي كنائس أخرى اللقب بتاع رئيس الكنيسة اسمه رئيس الأساقفة. فكل كنيسة حسب التقليد والتراث بتاعها الرئيس بتاعها اسمه ايه. يعني مثلا السوريان الأرثوذكس اللي هم متحدين معانا في الإيمان، رئيس الكنيسة اسمه البطريرك، ملوش لقب البابا تاريخيا. مثلا كنيسة إثيوبيا رئيس الكنيسة بطريرك، ملوش لقب بابا. وإريتريا رئيس الكنيسة بطريرك. مثلا القسطنطينية اسمه رئيس أساقفة، مش موس بطريرك ولا اسمه بابا، وهكذا. يعني احنا مثلا في القداس في أشية الآباء بنقول صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا، صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا شنودة الثالث أو البابا تودروس الثاني، بابا البطريرك ورئيس أساقفة. هو بابا وبطريرك ورئيس أساقفة، يعني البابا تودروس الثاني المصطلحات بتاعته بابا وبطريرك ورئيس أساقفة، ثلاثة في واحد. وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين، أشية الآباء بيقول بقى الشماس
صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا شنودة الثالث بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين الأنبا طوادروس الثاني. يعني أي بطرك بيكون على كرسي مرمرقس ده بنقوله في هوشية الأباء صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا. رئيس الكهنة رئيس كهنتنا البابا بابا وبطريرك ورئيس أساقفة. فخلي بالكم يا جماعة من المصطلحات. زي ما أنا قلت لكم أن البابا شنودة رسم بطرك على إريتريا عام 2004 واسمه بطرك بطريرك. البابا بيرسم بطريرك حصل في هي المصطلح كده هو هم عندهم بطريرك. البابا بيرسم بطرك. البابا شنودة رسم قبل كده بطرك والبابا كرولوس رسم قبل كده بطرك على أثيوبيا وأريتريا. فخلي بالكم يا جماعة. بس احنا بنقول ان الكنيستين دول في الاخر سواء الحبشة او أثيوبيا أريتريا دول استقلوا وبقى ليهم مجمع خاص وحاجتهم كلها خاصة، يعني مش تابعين للكنيسة عندنا. هم متفقين معانا في الإيمان لكن الحاجات بقى المستقلين عننا في كل حاجة، ليهم مجمعهم الخاص ليهم حاجاتهم الخاصة لكن احنا مشتركين معانا في الإيمان. لكن الكنائس اللي هي زي الحبشة أثيوبيا أريتريا الحاجات دي كلها هم ملتزمين بالمعاهدات والبروتوكولات الموقعة مع كنيستنا، لكن هم حاليا مش بيتبعوا كنيستنا، هم مستقلين عنا يا جماعة خلي بالكم. هم معانا في الإيمان، مشتركين معانا في الإيمان لكن مش تابعين لكنيستنا، ليهم مجمعهم الخاص. بس حصلت قبل كده واقعة قبل كده ان البابا شنودة رسم بطرك على أثيوبيا، حصل قبل كده ان البابا كرولوس رسم برضو بطرك. خلي بالكم البابا الأسكندرية اللي هي كانت أسقف الأسكندرية، واللقب ده ابتدى في مصر، ولو تعرفوا في الصعيد الولاد بيندهوا على باباهم يقول لك يابا آبا زي آفا، وتطورت بقت هي كلمة بابا أو بوب باللغات الأجنبية. وبعد كده روما خدت اللقب لقب بابا. طب ايه الفرق بين بابا وبطريرك؟ البابا هو شخص عنده إمكانية رسامة بطاركة، واخدين بالكم؟ الأب البطريرك بيرسم أساقفة، عشان كده في اللقب، وبقول الكلام ده عشان تبقوا عارفينه، نقول صاحب القداسة والغبطة. صاحب القداسة دي رجع ان هو بابا الأسكندرية، وكلمة الغبطة لانه بطريرك الكرازة المرقسية. اللي بالنا بقى من نقطة تانية خالص، في الغرب الكاثوليك اللي هو بابا روما اللي هو البابا فاتيكان البابا فرانسيس، هم عندهم بابا للعالم كله، حتى هم مش معترفين بالبابا توادروس. حتى لما كان البابا توادروس بيزور ايطاليا قريب قالوا بطرك الكنيسة الارثوذكسية، ما قالوش بابا الكنيسة الارثوذكسية، قالوا بطرك الكنيسة، يعني خطبوه ان هو بطرك مش بابا، لانه مش معترفين ان هو بابا، هم معترفين ان بابا واحد بس على مستوى العالم اللي هو البابا فرانسيس فقط، وواخد لقب البابا فرانسيس على مستوى العالم كله، انما هم مش معترفين ان البابا توادروس ده بابا، معترفين ان هو بطريرك، عشان كده بيقولوا ايه البطريرك جاي يزور روما. فخلي بالكم برضو من الحتة دي. وخلي بالكم ان البابا اطلق على البابا ديمتريوس الكرام عندما رسم أساقفة وكان في هذا القرن الخامس. موضوع البابا ده كان عندنا احنا الاول، البابا ديمتريوس، وهم اللي سرقوا مننا اللقب ده، يعني الكاثوليك هم اللي سرقوا مننا اللقب ده، واصبح بقى بابا روما البابا فرانسيس بابا الفاتيكان كلها بقى خدوها مننا كلمة البابا. لكن اول مصطلح كان في القرن الخامس وكان اطلقه على البابا ديمتريوس. البابا ديمتريوس